بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي. معانا النهاردة بإذن الله تدريبات الوحدة الأولى. خدنا فيها كم درس؟ خدنا فيها درسين اتنين على وحدة الروافع. إيه هما الدرسين؟ الدرس الأول الروافع وأنواعها، والدرس الثاني قانون الروافع اللي كانت فيه المسائل. النهاردة حلقتنا حلقة تدريبات متنوعة. منين؟ من قلب الكتاب المدرسي نفسه. طب إيه نوعية الأسئلة اللي عليها؟ عندنا سؤال وصل على الروافع بصفة عامة، وعندنا سؤال صح وغلط، سؤال مهم جدا، وعندنا أيضا يا أولاد سؤال أكمل ما يلي، وعندنا مقارنة جميلة جدا مش عايزكم تفوتوها بين مين؟ بين أنواع الروافع الثلاثة، روافع النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. وعندنا سؤال كمان جميل جدا، سؤال إيه؟ رسوم مجموعة صور مختلفة لأنواع روافع مختلفة، وعليك أنت اللي تصنف وتتعرف هي نوع أول ولا ثاني ولا ثالث. وعندنا كمان مش نسي مسائل مهمة على قانون الروافع، ازاي نجيب القوة، ازاي نجيب زراعها، ازاي نجيب المقاومة، ازاي نجيب زراعها. فين الحلقة وفين الأسئلة؟ يلا نروح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد النهاردة بإذن الله تدريبات الوحدة الأولى في علوم الصف السادس. وأول سؤال بيقول لي وصل من العمود ب ما يناسبه من العمود ألف. يلا نشوف أول واحدة بتقول إيه. روافع النوع الأول. أنا شايف حكايات كتير في العمود ب على توفير الجهد. أقول له بس أنا عارفها، روافع النوع الأول أهيا رقم واحد هنا. ليه؟ لأنها بتوفر الجهد أحيانا لوجود نقطة الارتكاز في أماكن مختلفة بين القوة والمقاومة. تاني واحدة روافع النوع التاني، أيوة دي أفضل الأنواع من ناحية توفير الجهد. يبقى الإجابة هنا نمرة اتنين. ليه؟ لأنها توفر الجهد دائما. نيجي للنوع مين؟ النوع التالت. روافع النوع التالت عرفناها بقى، يبقى هنا نمرة تلاتة، لا توفر الجهد دائما. رقم أربعة مين؟ مفهوم الرافعة. يا ترى تعريف الرافعة موجود؟ أيوة هنا ساق متينة. أول ما نلاقي ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز، كما تؤثر عليها قوة ومقاومة، يبقى ده مفهوم الرافعة. فاضل لي نقطة واحدة مكتوب فيها ايه؟ نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق المتينة. اقول له بس ده دي الاجابة بتاعت مين؟ بتاعت نقطة الارتكاز. يبقى هنا نحط رقم كام؟ رقم سبعة. تمام كده. ونشوف على طول سؤال اخر. السؤال التاني بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. رقم واحد بيقول لي إيه شطار؟ روافع النوع الأول هي النوع اللي فيه المقاومة بتبقى بين القوة ونقطة الارتكاز. أقول له خطأ. ليه خطأ؟ لأن مش المقاومة هي اللي في الوسط في الحالة دي. أمال ده الكلام ده يخص مين؟ ده يخص روافع النوع مين؟ النوع الثاني. ونسيب المقاومة زي ما هي والأماكن الاتنين زي ما هم. نيجي لنمرة به، روافع النوع الثاني هي النوع اللي بيكون القوة في الوسط بين المقاومة ونقطة الارتكاز. أقول له الثاني. لا 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 لا، مش الثاني اللي فيه القوة في الوسط، أمال مين؟ أقول له الأول أعمل خطأ وبعد كده أقول لك إنها روافع النوع الثالث. نيجي لنمرة جيم، روافع النوع الثالث هو النوع اللي بيكون في نقطة الارتكاز في الوسط بين القوة والمقاومة. أقول له لأ، الإجابة برضو إيه؟ الإجابة خاطئة. أمال مين النوع الصح؟ ده الكلام ده يخص النوع الأول. رقم ده العتلة من أمثلة روافع النوع الأول. أيوة المرة دي إجابتك صحيحة. نيجي لنمرة ها، بيقول لي إذا كان ذراع القوة أصغر من ذراع المقاومة يبقى في الحالة دي الرافعة توفر الجهد. أقول له إزاي؟ ذراع القوة الخاص بيا يبقى صغير وتوفر الجهد. إجابتك خاطئة، في الحالة دي لا توفر الجهد. ونشوف سؤال آخر. السؤال اللي بعده بيقول لي أكمل ما يلي، كسارة البندق رافعة من الإيه؟ من أنهي نوع؟ من أمثلة على روافع النوع؟ أيوة برافو عليك، الثاني. طب ليه الثاني؟ لأن البندقة اللي هي المقاومة في الوسط. نيجي لنمرة به، المكنسة اليدوية المقشة من الأمثلة على روافع النوع؟ أيوة النوع الثالث. ليه؟ لوجود القوة في الوسط، قوة إيدي اللي بمسك بيها. المقص من الأمثلة على روافع النوع؟ أيوة برافو عليك، الأول. لوجود مين؟ نقطة الارتكاز في الوسط.
نمرة دال القوة في زراعها بتساوي مين؟ تمام، بتساوي المقاومة في زراعها، واللي احنا كاتبينه ده هو نص قانون الروافع. رقم ه، نوع الروافع اللي بيتساوى فيه زراع القوة مع زراع المقاومة، أو اللي الدراع ده قد الزراع ده، يبقى ده النوع مين؟ النوع الأول، لوجود نقطة الارتكاز في الوسط. ونشوف سؤال آخر، السؤال القادم مقارنة بين أنواع الروافع الثلاثة. طب وجه المقارنة مين؟ من ناحية المفهوم، ومن ناحية الأمثلة، ومن ناحية خاصية توفير الجهد. تعال نشوف المفهوم في النوع الأول، هي روافع تكون فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. طب النوع الثاني، لأ، المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. طب النوع الثالث، القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. ده فرق في المفهوم والتعريف. نيجي للأمثلة، النوع الأول ما شاء الله عزيز وشهير بالأمثلة الكثيرة، العتلة، مشبك الغسيل، الكماشة، المقص وغيرها كثير. النوع الثاني، عربة الحديقة، وإيه كمان؟ وكسرت البندق، وفتحت المياه الغازية، ده لوجود المقاومة في الوسط. النوع الثالث، أمثلة كتير، صنارة السمك، والمكنسة اليدوية أو المقشة، ومسك الحلوى، ومسك الفحم، وإيه كمان؟ مسك الثلج والملقط. نيجي للخاصية الثالثة، توفير الجهد، وفرق بين بينهم هما الثلاثة. النوع الأول، أيوة، يوفر الجهد أحيانا. ليه؟ لأن نقطة الارتكاز في الوسط ولكن بتاخد مواضع وأماكن مختلفة. النوع الثاني، أفضل وأجود الأنواع في توفير الجهد، يوفر الجهد دائما. وعارفين يا ولاد السبب؟ لأن ذراع القوة الخاص بي أطول من ذراع المقاومة، فيوفر الجهد ويسهل الحركة. مين اللي عكس الكلام ده تماما؟ النوع الثالث، لا يوفر الجهد دائما. كده خلصت المقارنة. ونشوف سؤال آخر، بيقول لي إيه؟ بيقول لي صنف على حسب الرسم اللي أمامك. قدامي إيه في الصورة الأولانية؟ صنارة سمك، يبقى أنهي نوع؟ أيوة برافو عليك، النوع الثالث. ليه؟ لوجود القوة اللي هي ضغطة الإيد في الوسط بين مين؟ بين المقاومة وبين نقطة الارتكاز. نيجي لمين؟ الأرجوحة، ولد وبنت زي ما يكونوا بيتوزنوا قصاد بعض، وشايف مين في النص؟ نقطة الارتكاز. أقول له عرفت النوع مباشرة، آدي القوة وادي المقاومة، البنت اللي قصاده وادي نقطة الارتكاز نون في الوسط، يبقى دي شريحة تعبر عن النوع الأول. ونشوف رسم آخر، جاي مين؟ جاي هنا فتاحة المياه الغازية، أنهي نوع؟ مين شاطر يسبق؟ برافو عليك، دي رافعة من النوع التاني. ليه من النوع التاني؟ لوجود، شايفين الغطاء بتاع الزجاجة ده؟ موجود في الوسط بين مين؟ بين القوة وبين نقطة الارتكاز، فأصبح ده مقاومة، يبقى من النوع الثاني. أيضا عندنا مين؟ كسرت البندق، البندقة هي اللي بتقاومنا، يبقى جت في الوسط بين نون نقطة الارتكاز وبين القوة بتاعة اليد، يبقى أيضا النوع مين يا شطار؟ النوع الثاني، كسرت البندق وفتحت المياه الغازية. ورسم آخر، جاي مين؟ الولاد اللي بيلعبوا هوكي، يبقى يقصدوا مين؟ يقصدوا عصا الهوكي، زي مين؟ زي المكنسة اليدوية بالظبط، يبقى ده نقول أنهي نوع؟ النوع الثالث، لوجود مين؟ لوجود قوة اليد في الوسط. نيجي لمين؟ ايه دي رسمة ايه دي؟ دي رسمة مجداف القارب او مجداف المركب. طب دي انهي نوع؟ زي ما انتوا شايفين يد الشخص اللي بيقدف، وهنا في حبل بيبقى الربطة موجودة في الوسط، يبقى المجداف ده من انهي نوع؟ من النوع الاول، لوجود مين؟ نقطة الارتكاز في الوسط. ونشوف سؤال اخر، المرة دي السؤال معانا عن مين؟ عن المسائل. اول مسألة معانا، رافعة من النوع التاني اللي بتوفر الجهد، القوة المؤثرة 200 نيوتن، والذراع الخاص بها 50 سنتي، والمقاومة اللي قصادها 1000 نيوتن. وعمه بيسألني على حساب ذراع المقاومة، أقول له لازم في الأول أكتب قانون الروافع. فاكرين النص يا شطار؟ أيوة، القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها،
ده مين؟ ده النص بتاع قانون الروافع. نبتدي نجهز المسألة، الفي تحت الفي واليساوي تحت اليساوي والفي تحت الفي، بقى دول كم مكان؟ 4 أماكن. طب عمو بيديني كم مكان؟ 3 حاجات وأنا عليا الرابعة. القوة كام؟ القوة 200. طب الذراع 50 سنتي. طب المقاومة كام؟ 1000 نيوتن. طب الذراع علامة استفهام مش موجودة. طب العنوان بتاعي يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ها زي علامة الاستفهام اللي فوقيها، يبقى ذراع المقاومة. هنعمل ايه؟ هنشد شرطة كسر. مين الجانب المليان؟ الجانب الايمن ولا الجانب الايسر؟ ايوه الجانب الايمن. يبقى فوق كام يا شطار؟ يبقى فوق 200 في 50، واللي مالوش زميل اللي هو الالف تيجي تحت. هتطلع لي الإجابة كام؟ هتطلع لي الإجابة 10، وعشان ده ذراع يبقى التمييز بإيه؟ التمييز بالسنتي. معانا يا ولاد المسألة التانية بتقول إيه؟ رافعة من النوع الثالث. هنشوف المعلومات التلاتة اللي هيتذكروا في المسألة. طول ذراع القوة 5 سنتي، أدي المعلومة الإيه؟ المعلومة الأولى. وطول ذراع المقاومة 15 سنتي، الاتنين من فصيلة واحدة، ذراع وذراع، سنتي وسنتي. وكانت المقاومة 300 نيوتن. احسب القوة المؤثرة عليها. نيجي نكتب مين؟ هنكتب نص قانون الروافع. في البداية لازم اكتبه، أول حاجة أبدأ بيها. فاكرين العنوان؟ أيوة. القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. اللي أنا كاتبه ده اسمه إيه؟ اسمه نص قانون الروافع. طب عشان نسهل الحل نسيب الفي تحت الفي واليساوي تحت اليساوي، وادي الفي تحت الفي، بقى عندي 4 أماكن فاضية. موجود منهم كام؟ 3. الشطارة والمهارة أودي كل رقم في مكانه. ذراع القوة 5 سنتي، يبقى مكانها هنا في الذراع 5 سنتي. ذراع المقاومة 15 سنتي، يبقى هنا 15. بقول لك خلي بالك، لو العدد أو الرقم راح في غير مكانه هتبوظ مني المسألة وتروح مني الدرجة. طب المقاومة كام؟ 300 نيوتن، يبقى بيتهم تحت المقاومة. أصبح مين اللي مش موجود؟ القوة. نحط علامة استفهام. طب يجي ولد يقول لي بنجيب العنوان منين؟ اقول له ببساطة من فوق علامة الاستفهام. ونشد شرطة كسر وندور على الجانب المليان. يا ترى الجانب المليان اليمين ولا الشمال الممتلئ بالارقام؟ الجانب الشمال، يبقى يحجز المكان العلوي اللي في البسط. 300 في 15، واللي مالوش زميل الخمسة، هتطلع الإجابة كام؟ 900. طب التمييز إيه؟ أقول له استنى استنى، بدام قوة يبقى التمييز نيوتن، لكن لو ذراع يبقى التمييز سنتي. سؤال مهم وبيعتمد على القانون والتعويض ووضع الإجابة في مكانها والتمييز. كده الحمد لله يا ولاد خلصت حلقتنا اليوم. حلقة ايه؟ تدريبات مراجعة الوحدة الاولى ونوعية الاسئلة المتنوعة اللي شفناها في الحلقة. هتنتظروني باذن الله فين؟ في دروس الوحدة الكام، الوحدة التانية. هنلاقي فيها ايه؟ المواد الموصلة والمواد العازلة، وهنلاقي فيها اخطار الكهرباء، وهنلاقي المصابيح الكهربية متوهجة وفلوريسنت، وتفاصيل كتير ورسوم كتير وتعليلات وماذا يحدث، ونوعيات كتير من الاسئلة. مش عايز احرق لكم الوحدة الجاية. تابعنا واعرف جدولنا واعرف في خط السير ماشي ازاي وانتظرنا. ولو اي حاجة في التدريب بتاع النهاردة وقفت معاك اتفرج على الحلقة تاني وانت تعرف الاجابة، ولو اي حاجة بعتها لي باذن الله رد عليك. وما تنساش تعمل لنا لايك او شير او سبسكرايب، واشوفكم على خير باذن الله في دروس الوحدة التانية.